على الحكومة لاسترداد 40 مليون دولار تقاضاها أعضاء مجلس النواب رواتب عن حضور جلسة واحدة استغرقت 20 دقيقة. حلو، يعني الدقيقة بمليونين دولار. حلو، احنا دا نعيش بعصر مهزلة. هلا ولوي، هلا. هلا عم سعد. نعم، ها قول. انا اقول لك فتشي سر. قول حبيبي، قول يلا. بيني وبينك بس. بيني وبينك بس؟ خاف من ابوك؟ يلا. تعال خلينا نشوف شو عندك من حكي. تعال. يلا حبيبي. يلا هسه صرنا وحدنا. نزلت لسه بدابو فتح الجنط عم ناجي. لك لا سويت. عيب، واحد يفتح جنط غير عيب. لا أنا ما فتحت الجنطة، بس شفت شنو بيها وسديتها على طول، بيها فلوس هواية. لك عيب عيب. دولارات بيها، عمو ناجي غني ملياردير. عيب كافي، يلا أنت مالك علاقة بهذا الحكي، روح نام حتى تقعد الصبح وتروح المدرسة. يلا يلا يلا. استغفر الله العظيم وأتوب إليك. هاي مين جاب ليها؟ هاي مين جاب ليها؟ استغفر الله العظيم وأتوب إليك. لا حول ولا قوة. شيخ نايف الغانم أحد المتظاهرين في إطار. أهلا بك شيخ نايف إذا كنت تسمعني. حياك الله يا مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا. بداية يعني الآن خيرك سعد؟ شو وجهك تغير؟ هو ماكو شيء. إيش قال لك هذا الوقت؟ ها لا هيك ماكو شيء. كلام أطفال كله أوهام وخيالات. معلش يا أستاذ سعد سهرتك. الجدع اللي اسمه ساتوري ده غير رغي، قلب دماغي، خلى دماغي قد كده. أنا آسف، تصبح على خير. سعد ناجي. ممكن كلمتين لو سمحت؟ أوي أوي. تفضل. تفضل. ايه خير؟ في ايه يا عم سعد؟ شكلك كده مش عاجبني، في حاجة؟ هو سؤال استاذ ناجي، انت وجودك هنا بالعراق شو تسوي؟ انا مش فاهم السؤال. لا سؤالي بسيط وواضح ومفهوم. انت والجماعة اللي وياك شو تسوون؟ ما انا قلت لك قبل كده، احنا كنا طالعين على مصر ما لقيناش تذاكر على الطيارة. آسف الجواب خاطئ، صفر. في ايه يا أستاذ سعد؟ أنت بتمتحني ولا ايه؟ اسمع أستاذ ناجي، أنا رجل بسيط وعلى قد حالي، عمري ما دعيت بالبطولة ولا بالمقاومة، رجل بسيط وطيب، بس هذا ما يعني يجيني واحد يخدعني. ما عادش اللي يخدعك يا أستاذ. لا أنت خدعتني. ليش أستاذ ناجي؟ دخلتك لبيتي وخليتك واحد من عائلتي، اعتبرتك أخويا، تكذب علي ليش؟ أنا ما كذبتش عليك في حاجة يا أستاذ سعد. هاي الجنط اللي عندكم اللي ما تحب تفارقها تماما ولا لحظة، خايف عليها، وساعة اللي انت ما موجود تخلي واحد من الشباب حارس عليها، شبيها. ما انا قلت لك فيها ايه قبل كده، فيها اوراق مهمة وملفات دبلوماسية سرية. اوراق مهمة دبلوماسية وسرية، اعرف. هي هاي الاوراق اللي تخلي الانسان يبيع ضميره ويخون بلده. الكلام الكبير ده يا أستاذ سعد، أول مرة بحياتي أعرف أن هاي الدولارات هي أوراق دبلوماسية وسرية. قل أستاذ ناجي، هاي الدولارات مين جبتوها؟ منا من العراق؟ وين تردون تودوها؟ مصر؟ طب اسمع بقى، إذا ما عرفت الحقيقة لازم تفهم كل حاجة. أيوة الشنط دي فيها دولارات، ملايين الدولارات. أنا بالنسبة لي هاي معلومة مو جديدة،
مع الأسف كلامك هذا ما إلا قيمة تماماً عندي. طب اسمع بقى كلام الإلوهيمة. الفلوس دي من إسرائيل، أنا اللي سرقت بنك اليومي، والمساد بيدور عليها في كل حتة أنا والعيال دي. عشان كده أبو القاسم بيساعدني. عايز أقول لك على حاجة كمان، الجدع اللي اسمه ستوري ده عرض عليا 250 ألف دولار عشان أهرب لي تمثال جوديا معايا. وانت شكال ردك؟ يعني جريت وعملت نفسي موافق، بس أنا اللي ممكن أعمل جريمة زي دي مهما كان الثمن. اسمع أستاذ ناجي، أنا يكفيني المشاكل اللي عندي. أنا رجل قافل باب بيتي علي وعلى زوجتي، وما عندي مصلحة لا بستوري ولا غير ستوري. ما عندي مصلحة لا بالسلطة ولا بالمقاومة. على هذا الأساس أرجوك تسامحني، أنت والجماعة اللي وياك تغادرون الصبح البيت. ولو هاي مو عروبية من عندي، أرجوك تسامحني نادي. الله يخليك، عفوني بحالي. بكرة الصبح تتصل أبو القاسم حتى يجي يسوي صرف. اللي تشوفه أستاذ سعد، أنا كنت واخد القرار ده بعد ما قابلت ستوري، وأنا بقرر أسفي للمرة التانية. تصبح على خير.